في وقت يسود فيه الغموض المشهد الليبي وسط انقسامات سياسية لا زال ينتظر مآلها الليبيون منذ سنوات، لعل بارقة أمل تلوح في الأفق تؤدي إلى استقرار الأوضاع في البلاد. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصل ليبيا في زيارة هي الأولى له بعد موافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا إلى 18 شهرا، وبالتوافق مع تأكيد حكومة الوفاق على استمرار التدريبات العسكرية التي تتلقاها قواتها على يد المدربين الأتراك. الزيارة جاءت بعد 3 أيام فقط من تهديد اللواء خليفة حفتر للقوات التركية المتواجدة في ليبيا باستهدافها، وهي ما اعتبرها خبراء بأنها رسالة تركية قوية إزاء أي تصعيد لقوات خليفة حفتر. مصادر ليبية أكدت أن الزيارة سيعقبها رفع من مستوى الوجود التركي العسكري غرب ليبيا، ولكن الجديد يتمثل في التقدم بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني الموقع في تشرين الثاني من العام الماضي، وإنشاء مكتب ليبي تركي مشترك في مجالي الأمن والدفاع، وإنشاء قوة تعرف باسم قوة الاستجابة السريعة مؤلفة من عناصر ليبية تم تخريجها عبر دفعات مؤخرا على يد مدربين أتراك. تراجع المشهد السياسي الليبي وتذبذبه وغموض الوضع العسكري الميداني في البلاد وزيارة الوفد التركي الرفيع تزامنت مع نجاح اللجنة العسكرية المشتركة في إتمام أول عملية تبادل للأسرى بين قوات الوفاق وميليشيات حفتر أمس الجمعة وسط ترحيب أممي. وفي هذه الأجواء يستمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالتهديد والاستعداد لما وصفها بالمواجهة الحاسمة المقبلة حسب تعبيره، معتبرا أن ملامحها بدأت تلوح في الأفق القريب، ليأتيه الرد سريعا من وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش الذي قال إن قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم من جانب ميليشيات حفتر، وأن حكومته لن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا. مراقبون يرون أن ارتفاع مستوى التعاون التركي مع حكومة الوفاق أزعج حفتر وحلفائه، فبادر بالتهديد في وقت تستمر فيه تحشيداته العسكرية في مواقع التماس. لكن خبراء اعتبروا أن الأمور لا تتجه لعودة قريبة للحرب، وأن ارتفاع منسوب التوتر بين طرفي الصراع لا يزال يسير في ركب تعثر المسارات السياسية.